الأزمة سيد عبد الحفيظ؟ يعني طبعا فترة الأزمة ظل المؤتمر الشعبي العام وظل الأخ الرئيس هم الجانب الوحيد الذي يقدموا المبادرات تلو المبادرات من أجل الحل، ويمدون أيديهم إلى كل الأطراف الأخرى التي تراهن على الفوضى والتخريب وتوريط البلاد في مخاطر وانزلاق إلى مخاطر وإلى صراع دموي وعنيف وإلى الفوضى. وبالتالي لو نظرت إلى ما حدث في الفترة الماضية كلها ستجد أن الطرف الرسمي وطرف المؤتمر الشعبي العام هو الطرف الوحيد الذي يقدم المبادرات والتنازلات ويضع آفاقا للحل، وآخر الآفاق كانت ما فتحته مبادرة الخليجية. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ أعذرني، انتهى الوقت. سيد عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى، ونقول للعالم أنتم فشلتم وهزمتم وسوف تفشلون وتهزمون. البارحة 5 صواريخ، كل صاروخ يكلف 2 مليون دولار، 10 ملايين دولار صرفت لكي يضرب هذا المكان الآمن حيث يلعب الأطفال. ورائي تماما على بعد أمتار قليلة حديقة للأطفال وملاهي ضربت، وليس بعيدا عنا مباني إدارية ضربت. أدى الهجوم إلى استشهاد 3 من إخواننا، 2 من الإعلاميين الصحفيين الذين كانوا يصورون المنطقة وحديقة الأطفال، وجعل